وبنص بيان الداخليه واظن يعني نص البيان والفيديوهات بتاعه ما اطلق عليه واقعه الخطف، فيديوهات المفبركه، واعترافات ابطال هذه الفبركه وهذه الجريمه، وهما هيتحاسبوا برضه، اوعى تفتكر ان هم مش هيتحاسبوا يعني، شوف الداخليه قالت ايه؟ بفحص الفيديو من قبل وزاره الداخليه تبين ان الفيديو مفبرك وعقب تقنين الاجراءات وحط تحت كلمه تقنين دي تسعه تلاف خط مفيش حاجه في البلد دي بتحصل دون ان تكون قانونيه 100% وبعد تقنين الاجراءات امكن تحديد وضبط القائمين على الفيديو وتبين انهم اربع اشخاص مقيمين في محافظه سوهاج واحد منهم وده بنصر اعترافه لحضراتكم سمعتوه ارتدى النقاب لايهام مشاهدي مقطع الفيديو بانه سيده هو قال لك انا اللي الفته وفبركت الفيديو ده الراس الكبيره يعني وبمواجهتهم اعترفوا بان الفيديو المشار اليه تمت فبركته باحد شوارع مدينه جرجه في محافظه سوهاج وانه مشهد تمثيلي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة ممكن نسمع الراجل تاني بعد إذنكم؟ معلش الراجل حتى لو الراجل لوحده يعني قال لك كده أنا فلان الفلاني من محافظة سوهاج وأنا اللي ألفته وفبركت الفيديو واللي جنبي ده عمل كان دوره كذا واللي بعده تعالوا نشوف تاني تعالوا نشوف تاني أنا اسمي خلف القرش عبد الرحيم عبد العال مقيم بمدينة جرجر امتلك حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي باسم أبو مكة على الفيسبوك وباسم أبو مكة نمرة الصعيد على اليوتيوب أنا اللي صورت فيديو وألفت وفبركت في مدينة جرجر خطف الواء بالمخدر وأنا اللي كنت عامل دور اللي لابس النقاب وكان معايا أخوي علي اللي هو كان سواق التوك توك وكان معايا أحمد عباس اللي هو اتخطف وكان معايا حسين اللي هو صور الفيديو بالتليفون وهدفي ان انا نسبه مشاهدات عليه وربح في الفيسبوك حضرتك تقدر تبص على القصه دي باعتبارها شيء سلبي وتقدر تبص على القصه دي باعتبارها شيء ايجابي طيب تعالى نفكر مع بعض بصوت عالي في دقيقه كده دي او نص بالكتير واحد في شيء سلبي في القصه طبعا استخدام خاطئ مسف متدني لمواقع التواصل الاجتماعي. وهنا تقدر تشوف مواقع التواصل الاجتماعي وصلت الناس لحد فين. أي جري ورا أي حاجة تجيب أي فلوس، مش مهم النتائج إيه، ومش مهم هنعمل إيه، المهم يلا بينا نعمل شيرز ولايكس ونجيب فولورز ونجيب فلوس، فتبقى القيمة الوحيدة هي الفلوس، مش القيمة العليا، مش المبادئ، مش الأخلاق، مش العقيدة، فلوس. طيب، إيه تاني؟ حضرتك بتشير عمال على بطال عمياني دون ان تتيقن دون ان تتحقق دون ان تفكر وفورا تحط تعليقك السلبي